الحوار ساعة اللي صار هذي راه ما صارش نهارين التالي ولا الثلاثين التالي. الحوار صار هذي نهار خمس نهار 24 أكتوبر. أيه. الانترفيو تاع مونتي كارلو. توا هبط علاش؟ اللي هبط وعمل الباج هو يعرف روحو شكون ويعرف علاش. فما ثاني حاجة هو موضوع الأمهات العازبات. فما لازم يعملوا أمهات عازبات. فما أمهات عازبات اللي وقع اغتصابهم وقع التغرير بيهم اللي هما ضحايا من ضحايا المجتمع كناس مهمشين كناس في ظروف اجتماعية صعيبة يعني فما نوعية معينة اللي احنا نعتبروهم ابناء المجتمع وعمرنا ما قلنا رانا نتخليو عليهم ولا نتجاوزوهم ولا نعاقبوهم ولا نطردوهم هذيا فما نوعية معينة هما ضحايا كما ضحايا اعطيتهم من المثال كما ضحايا متاع الدروب نعتنيو به نداويوه اما ما نقولوش نعطيه حق نعطيه قانون باش ينجم يحمل الدروك كذلك بالنسبه هذوما هما نحكيو الفئات هذيا فهم التهجمات اللي صارت على اني انا ما جيتش مع مسائل وقع اغتصابهم بالعكس في الفيديو قلت لها راهم المهمشات والناس اللي وقع اغتصابهم هذوما الدوله تتكفل بهم وتاثرهم وتعاود ادماجهم انا جيت من الكلمه اللي استفزتهم اللي هما حطوهم هما ضغط شو كلمه السيده من السيدات اللي حاضرين هما زوز اللي حاضرات غاديكا زوز انسي مناضلات اللي قالت لا المراه بارادتها يحب يكون عندها صغير خارج اطار الزواج تعطيها القانونيه ولا ما تعطيهاش انت مشرعه انا تحسبت كمشرعه في الوقت هذاك انا حتى النتائج مازالت ما خرجتش انا كمرشحه ومانيش انا اللي باش نصيغ القانون انا واحده في مجلس تاسيسي وقع انتخابه يعني ما سختش قانون كما هما قالوا تحب تعمل قانون وعملت قانون وشرعت ولم اوجه اصبع الاتهام للمغتصبات ولا للامهات العازبات ملا لشكون انا وجهت اصبع الاتهام للسيده اللي قالت لي اذا كان امراه تونسيه تحب تجيب صغير خارج مؤسسه الزواج بإرادتها ركز على كلمة بإرادتها معناها ما فماش ظروف تقهرها ما فماش فقر يقهرها ما فماش عرفها حب يستغلها ما فماش شكون غرر بيها وعدها بالزواج وما هيش قاصر وقت تقول لي بإرادتها معناها كل هذا ما فماش حتى كانت تعاود تسألني اليوم وقال لها سامحني راني ما نجمش نعمل قانون لمثل هذه السيدة معناها كيما نرجعوا الضحايا كل أنواعهم اللي جات تخدم في دار وتعدى عليها عرفها وكانت حامل نقف معاها ونأطروها ونتبنيو صغيرها ونكونوا موجودين معاها هم افراد من المجتمع ما نطيشوهمش وندمجوهم ونحاولوا نلقاو لهم شغل نحاولوا نوفروا لهم العيش الكريم اما ما نعطيش شرعيه التواجد انا كنت قاعده نجي نقول اي توا نحب نجيب صغير خارج اطار الزواج وكان واضح الفيديو هما وقع التلاعب في السؤال في الاسئله الموجهه ضغط شوف الصوت مش واضح وهبطنا الصوت واضح اللي كانوا تقول معناها السؤال السيده اللي حاضره والمذيعه فسرت معناها قلت لها لا راهي ما حكيتلكش على الاغتصاب وقلت انا حتى في الاغتصابات مؤسسات المجتمع المدني والدوله تعمل كل ما في وسعها باش تثبت الابوه خاطر في حاله الاغتصاب ولا في حاله التهميش ولا في حاله الاعتداءات الواضحه واللي ماهيش بارادتها ومش هذيك الاب معروف والقضاء ياخذ مجراه وينسب الطفل لابيه وياخذ كافه حقوقه ومع ذلك ندعموا في وجودنا احنا توا باش ندعموا بمؤسسات المجتمع المدني وموجود موجودين الجمعيات هذه موجوده ندعموهم باش ياخذوا اكثر حيز من الفاعليه باش يكونوا مع الضحايا احنا رانا ديما مع الضحايا ومع المستضعفين ومع الناس التعبه ومع الناس اللي تقاسي ومع الناس اللي مهمشه مهما كنا في اي موضع وشخصيا كانسانه في هذا الموضوع بالذات فما جمعيات الناس اللي خارج الفيديو يعرفوا الجمعيات هذوما يتصلوا بهم ويشوفوا شنو كان موقف وش كيفاش انا عاونت الجمعيات هذوك كانت خطه مدبره فما شكون لاك انت تعرفوا شكون يعمل الباج وتنجموا تشوفوا لي كومونيكاسيون اللي صارت اللي قالوا راهو المراه هذيا شكلت علينا خطر وقفت مع النهضه واليوم فرنسا وامريكا تحيي في الثوره التونسيه وتحيي في انتصار النهضه وتقول مش باش نقطع معاها وراني مش نجي نحمي البلاد فما الناس هذوما اللي برمجوا قالوا المراه هذه يلزمها تسكت وما عادش تتكلم وموجود
مش انا اللي باش نعرفهم شكون. ما انت تعرفهم. انا انا اش نقول اش نقول لا لا من لا اطراف لا لا و... لا الناس كل تعرفهم على خاطر معروف هو بيدو معروفين اللي ايش نقول لك حاجه انا راني ريش حتى الناس اللي عملوا حمله التشويه هذه راني احترم رايهم احنا مع حريه التعبير لكن اختلف في الشكل اللي عملوا به الحمله العدائيه نتاعهم. انت تعتبرها حمله عدائيه هما يعتبروها اجابه وجواب على كلام قال مدام هما اخر مش كما انا مش كما هو انت قلت رايي ورايي يلزم شخصي تو كان هو قال كما هكايا نمشي نعمل له انا 50 باج يلزم زاده يلزم اللي انت مدام سعاد اليوم راك اليوم انا اليوم نتكلم كنايبه وقت تكلمت في مونتي كارلو كمرشحه وكان حوار حاول هو ساعه كامل مستقلة مستقلة على رأس قريم قائمة حركة النهضة اي مرشحة ما زلت ما وليتش نايبة في الوقت هذاك اي مرشحة سامحني انا وقتها مانيش نايبة وكان مجرد حوار حول نتائج الانتخابات تحط السؤال هذاك وقع الاستدراج فيه مش في الاخر نقولوا اش قال تايم يعني عطاتنا كونه قتلك لي احنا عندنا برشا نساء يجيبوا صغار خارج مؤسسة الزواج شنو القانونية اللي باش تعطيها لهم كانت إجابتي واضح للمرأة اللي بإرادتها.